البراونيز اللي هنعملها النهاردة عبارة عن 115 جرام زبدة تكون مقطعة بالشكل ده، 180 جرام شوكولاتة داكنة تكون مكسرة بالشكل ده صغير، 3 أرباع كوب دقيق، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، 2 بيض، 1 كوب سكر، ربع معلقة صغيرة ملح، 2 معلقة صغيرة فانيليا، وثلث كوب شوكولات شيبس. هناخد الدقيق والملح وهنقلبهم مع بعض، وعندنا هنا السكر هنحطه مع البيض، بس مش هحط البيض دلوقتي. لما ابتدي اول حاجة اعملها ان انا اسيح الشوكولاتة والزبدة مع بعض في الميكروويف، عايزينهم يسيحوا مع بعض ونقلبهم مع بعض كويس بعد ما يسيحوا. ومهم قوي ان احنا نجهز الصينية، لان البراونيز زي ما قلنا هي بتبقى طرية، صعب قوي ان احنا نعرف نطلعها من الصينية اللي احنا خبزناها فيها. فأسهل طريقة ان احنا نطلعها بيها هي ان احنا نغلف الصينية بفويل نتأكد ان الجناب وصلة للآخر، مفيش حاجة فيها هواء. ويفضل ان احنا ندهن الفويل ده بشوية زيت علشان البراونيز برضو واحنا بنطلعها من الفويل تطلع بسهولة اكتر. دلوقتي اقدر ابتدي احط البيض مع السكر ونضربهم مع بعض. خلاص كل حاجة جاهزة. اوكي، وانا بضربهم انا برضو مش عايزة ادخل هواء، انا كل اللي بعمله ان انا بحاول اخلطهم مع بعض وبحاول اخلي السكر يدوب في البيض، لان طبعا البيض فيه مية وبالتالي السكر ممكن يدوب في البيض من غير ما ادخل هواء يبوظ لي الملمس بتاع البراونيز. دلوقتي الزبدة والشوكولاتة خلاص دابوا كلهم مع بعض، هحطهم على السكر والبيض وبرضو هضربهم مع بعض لمجرد ان هما يختلطوا، انا مش عايزة ادخل برضو هواء في المرحلة دي. اوكي كده كفاية خالص. هاخد البراونيز وابتدي اقلب، بس اتاكد ان كل حاجه اختلطت ببعض كويس، وبعدين هحط الدقيق وابتدي اقلبهم. لما تختلط ببعض والملمس بتاعها يكون بالشكل ده هنجيب الشوكليت شيب كوكيز، الشوكليت شيبس قصدي، ونقلبهم مع خليط البراونيز. كده الخليط بتاعنا جاهز، هنحطه في الصينية اللي حضرناها، وزي ما احنا شايفين الخليط لسه طري في المرحلة دي، بنفرده. ودلوقتي هندخل البراونيز التلاجة، عايزين البراونيز تجمد خالص علشان برضو لما تدخل الفرن ما تبليش الوسط بتاعها يستوي في نفس الوقت اللي الحواف بتاعتها هتستوي فيه. هندخلها فرن بدرجة حرارة 160، ده بيكون شكلها لما بتطلع من الفرن. وزي ما قلنا لازم تدخل التلاجة قبل ما نقدر نقطعها، هتبقى ناشفة علشان نقدر نقطعها بعد كده لما هنسيبها في درجة حرارة الغرفة، هنلاقيها ابتدت تطرى تاني وتدينا الطعم والملمس الجوي وتشوي او اللي بيلزق ده وبيبقى زي مطاط شوي. وبالسكينة نبتدي نحاول نقسمهم مربعات قد بعض.